السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو، صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو راح نشرح شلون بنعرب الويندوز 10، يعني بنحول لغة الكمبيوتر من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. طبعا راح أشرح طريقة تعريب ويندوز 10 وبدون استخدام قرص الويندوز. نعم، بدون استخدام قرص الويندوز من خلال إعدادات الكمبيوتر لدينا. طبعا الخطوة سهلة وبسيطة، لهيك ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. كما ذكرنا بالبداية، هلأ راح نقوم بشرح طريقة تعريب ويندوز 10 أو تحويل الويندوز 10 من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو إلى أي لغة تانية نحن بنريدها. يعني إذا كان باللغة العربية فينا نحولها إلى لغة ثانية مثل الإنجليزية. طبعا قبل ما تابع شرح الخطوة، بتمنى منكم أول شيء أنه تدعموا قناتي هاي لحتى توصل إلى 1,000,000 مشترك. نعم، أنا هدفي هلأ هو الوصول بهاي القناة إلى 1,000,000 مشترك. لهيك أخي، بتمنى انك تكون انت من بين الاشخاص يلي ساعدوني للوصول الى 1,000,000 مشترك. بكل بساطة، نحن لحتى نقوم بتعريب ويندوز 10 الى اللغة العربية، راح نتجه الى قائمة ابداء بالاسفل، وبعدها راح نقوم بالضغط على هاي ايقونة السيتنج الضبط. راح ندخل اليها، هون راح نبحث عن هذا الخيار اللي هو خيار الوقت واللغة، تايم اند لوجينج. هذا الخيار نحن نحفظ شكله. على اليسار يعني لازم نحفظ هذا الشكل لونجينج، يعني اوقات بيكون الكمبيوتر باللغة الهندية، فنحن يعني يستحسن نحفظ الصورة هاي. نضغط عليها. طبعا مثل ما ملاحظين هو موجود باللغة الانجليزية، نحن راح نضغط ونحط اللغة العربية. لو ما كانت موجودة اللغة العربية، بنضغط يعني على إضافة بالأسفل، اللي هو خيار هذا الخيار بريفيرد. هذا الخيار بنضغط عليه. طبعا بعد ما نضغط عليه، راح ندور هون على اللغة يعني اللي نحن بنريدها، مثل اللغة العربية أو الهندية أو الفرنسية. يعني بس تظهر اللغة، يعني مثلا هاي اللغة راح نضغط عليها ضغطين. راح نضغط على نيكست بالاسفل، وراح نضغط على انستل. طبعا راح يتم تنزيل اللغة بالاسفل، يعني بس نكون متصلين بالانترنت. طبعا نحن هون راح نختار الان اللغة العربية لانها موجودة، نختار سوريا او لا، وبنضغط على يس سيجند يعني لوت نيو سيجن اوت نو، يعني اعادة تشغيل الكمبيوتر. وراح يتم اعادة تشغيل الكمبيوتر، ورح يصبح الكمبيوتر يعني تحول إلى اللغة العربية. بتمنى أن يكون أفادكم هذا الفيديو.